وفي هذا اليوم بكر الأمير فصحى من النوم وانطلق إلى الأميرة للمرة الأخيرة. صباح الخير يا ست الملاح. صباح النور يا زعفران. إيه الحكاية؟ أنت بدرت النهاردة ليه؟ الأسبوع فات والنهاردة الميعاد والأشكيف زمانه جاي، وعايز أعرف الحكاية انتهت إزاي. بقية الحكاية أنت عارفها، حاجة واحدة بس اللي هقولها. إيه هي؟ أبو اليسر ما جانيش بالنبوءة إلا لما عرف الحقيقة. إزاي؟ أنا من عادتي أخد الوصيفة بتاعتي وأهرب من عز الحرب وننزل نستحمى في البحر مع الصبايا. كويس، وبعدين؟ يظهر إن الأشكيف شافني وتعلق بيا ووقع فيا. طب ليه ما خطفكيش في وقته وساعته مادام بقيتي عنده؟ لأني بالشكل ده أعرف حقيقته، وده شيء يحول بيني وبينه مهما بلغت قوانينه. ودي اللي هتحوشه يعني؟ آه، ما أنت شايف أهو، خطفني وفي القفص الدهب ده حاططني، ومع ذلك مش قادر يلمسني لأني كشفته وعرفت حقيقته. وبعدين عمل إيه؟ استنى عليا لما طلعت من المية أنا والصبايا اللي معايا، وراح بعد كشمير ورايا وفضل في الانتظار يستنى الأخبار. مولاي الأشكيف. ها كشمير، عملت ايه يا كشمير؟ جبت لك أخبار كتير. أولا جبت لك اسمها. ما أنا عارف اسمها من ساعة ما شفتها وسمعت الصبايا بتندهلها. طب اسم أبوها وأمها وإخواتها وأهلها؟ مش عايز لبت كتير، اتكلم يا كشمير. اسمها؟ عارف اسمها، اسمها ست ملاح. الأميرة صباح، وابوها الملك ياسمين، واخواتها شمس الدين وبدر الدين ونجم الدين. وعشان حسنها وجمالها كتير من الخطاب كلها، وفي يوم من الايام جالهم درويش وقال لهم كلام عن فارس الاحلام. وايه كمان؟ ومن يومها الاميرة بترفض الخطاب وترد الشباب الى ان تسمح الايام ويجي لها فارس الاحلام. هي دي النبوءة اللي قالها؟ والغريبة انهم مصدقينها. طب بس انا هعمل فارس الاحلام. فارس الاحلام؟ وهروح لهم في صورة انسان، واسمي نفسي الامير كروان، وابجر الاموال عليهم، واخطف بالذهب نور عينيهم. طب وايه اللي هيجرى ليهم؟ هيتصوروا ان الوهم بقى حقيقة، ويقولوا صدقت النبوءة، وساعتها يعتقدوا اني فارس الاحلام. الامير كروان. وفعلا ظهر لنا في صورة انسان وسمى نفسه الامير كروان، وقعد يبدر يمين وشمال في الذهب والمال. ولما جاني ابو اليسر اللي بيظهر ساعة العسر كشف لي حياته، وبقيت الحكاية انت عارفها. لكن يا خبر، في ايه يا ست الملاح؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا، الاشكيف زمانه هيجيلنا. بص شوف حواليك، شوف كل حاجة زي ما كانت قبل ما تلمسها بايديك، وخصوصا الدن واللي فيه والباب، اوعى تنسى الباب. Thank you.
قابلنا ولا كان في بالنا واللي جرالنا قدر وزرو وحبنا مكتوب موصول قلبي عليك دايب من الخوف ده احنا تقابلنا ولا كان في بالنا واللي جرالنا ده احنا تقابلنا ولا كان في بالنا واللي جرالنا قدر وزرو وحبنا مكتوب موصول قلبي عليك دايب من الخوف أنا يا مولاي الأمير أمر الزمان ووالدي الملك شهرمان أمير وأصيل وشكلك جميل في الحقيقة يا ابني أنت لايق لها وهي لايقه لك وبالأزل مكتوبه لك لايقالي؟ هو إحنا فينا من كده؟ أنا عايز أفهمك الحقيقة الحقيقة اتحققت النبوءة نبوءة إيه؟ أنت يا ابني في مدينة الأبانوس وأنا الملك أرمانوس ودي بنتي الأميرة حياة النفوس يوم اتولدت من 20 سنة شفت منام ما سألتش عنه تاني يوم نفس الحلم شفته تالت يوم جاني برضو في النوم حلم واحد بيجيني 3 أيام في المنام وبعدين؟ بعدين سألت المنجمين قالوا لي ما يتفسرش حلمك ده إلا إذا جوزت بنتك من أول إنسان يجي من سكة الغيلان سكة الغيلان؟ ودي فين؟ اللي جيت منها يا أمير محدش دخل فيها وخرج منها غيرك أنت يا قمر عجبك كده يا قمر؟ هاي اتربقت على دماغنا يا قمر الزمان حاجة ما كانتش في الحسبان سلمي على الأمير قمر الزمان يا حياة النفوس نورت البلاد ونورت المكان الله ينور عليكي بس انا عايزه اشرح لكم حاجه تشرح ايه وتقول ايه اللي انت هتقوله انا موافقه عليه كل طلباتك مجابه يا سلام الاميره والامير كما الشمس والبدر المنير يا وزير استنى بس يا مولانا الحقني يا كهرمانة كهرمانة الفارس بتاعك اسمه كهرمانة لا 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 يا مولانا انا ما اسميش كهرمانة انا اسمي كهرمان بس الامير عمر الزمان دايما بيغلط في العنوان هو مضطرب كده ليه مضطرب يا ابني ليه هي سعادة تعمل كده ولا ايه عاوزين تجوزوني ازاي ده انا ما اتجوزش ما تتجوز ما اقدرش ما ينفعش اعمله معروف الامير مكسوف انا ميت من الخوف ما تخافش يا قمر الزمان لا انا خايف لا ما تخافش انت وصلت البر الامان يا وزير امر مولاك يعقد عقد الأميرة على الأمير يا مولاي استنى اسمعوني يا ناس اتكلمي يا جماعة اسمعونا افهمونا بس يا جماعة افهمونا أقيموا معالم الزينة في كل أنحاء المدينة أنا وقعت يا كهرمانة ربنا معانا كنتوا طالبين أسبوع مهلة وفات الأسبوع ولا لسه؟ إمتى أنت هو؟ فات الأسبوع ولا لسه؟ هو إحنا عدنا دارين بحاجة فات فات يا ملك الجمال جاوبوني على سؤالين بتشتغلوا لحساب مين؟ والأمير راح فين؟ انتوا مش سامعين مولانا بيقول ايه؟ طيب ما بتردوش ليه؟ هرد نقول ايه؟ ان ما كنتوش تقولوا لي حقيقتكم ومين اللي بعتكم هتكون دي اخر لحظه في حياتكم يا مولانا ده على الخيط الوحيد اللي يربطك بالامير ده كلام قلناه لك كتير ولو متنا في ايدك مش هنفيدك وحينقطع الحمل اللي بين الامير وبينك كلام لا يودي ولا يجيب انا عايز اعرف كل حاجه دلوقتي مره يطلبوا يومين ومره يطلبوا اسبوع ما عايش يا رجل دار كمان اسبوع
ممنوع. جاوبوني على السؤالين. اولا بتشتغلوا لحساب مين؟ ثانيا الامير راح فين؟ بص ايدك. انتوا هتتكلموا ولا لا؟ احنا ما قلناش غير الحق. بقى تلات عجايز زيكم مهكعين هيوقفونا قدامهم عاجزين؟ ما تتعبش نفسك يا مولانا معاهم. خلاص يستاهلوا اللي يجرى عليهم. يا سياف امر مولانا. الرحمه الرحمه. طير رقابيهم واحد واحد وده اول واحد. الشاهد ربنا هو اللي مطلع والشاهد. الشاهد على روحه. يا حبيبي انت ليه دايما مستعد؟ حلمك تعال هنا. الشمس الشمس. اخر مره قول لي راح فين الامير والا رقبتك هتطير. وانا كمان يا مولانا هقول لك كلمه قبل ما تبدأ الدنيا. اعلى اعلى ما قلناش الامير شعبان عشان كمل حشار. ايوه الامير هو اللي غلطان. يعني انت يا مولانا بتحاكمنا بشم دمنا بتسلمنا؟ الدم بتاعنا هينزل على راسك نكبه. اخرس اللعنه اللعنه. غير رقبته يا سياف. الشاهد على روحه. يعني خلاص ما فيش فايده. خلاص يا ابني الشاهد. سيبني سيبني. اشهد ان لا اله الا الله. مولاي مولاي ايه ده الراجل العجوز؟ ازاي الحكايه دي؟ مشمش اخويا شمس الدين بيبي اخويا بدر الدين نجم الدين عشان كنتوا مشمش مدعين. حاجه عجيبه ولا في الخيال يا مولاي؟ ازاي ده حصل؟ هكذا السيف يرفع يده حتى وقع ما أثار دهشته وذهل السلطان ووقف الديوان على قدم وساق وتطاولت الأعناق فقد حدث ال... مولاي. وهنا بدأ نور الصباح وتشدد